قصة غليص ابن الجنية الفصل الثاني الجزء 29. وقفت نخلة اقبال حسن او قالت له ايه يا حسن كبير تجار المدينة صار لك كم سنة مستلم التجارة؟ قال لها حسن صار لي سنين. قالت له كل شي طالعته بهالسنين ارباح من التجارة راح ناخذه او راح يدفع وضاح ويدفع فوق طاقين اذا راد انك تظل عايش. او جت عمتها خزنة او قالت لها يا نخلة خليني اذبحه عدنا مال كثير وكنوز. قالت لها يا عمة لازم اذلهم واخذ كل اموالهم واكسر هيبتهم بس صبري ما حدا راح يذبحوه الا انت. وصلت ليلة على طارف عشيرة نخلة او شافت شلون الحراس مطوقين العشيرة من كل مكان او قالت من سنين ما جيت على هذا المكان. ربطت الفرس بوادي وطلعت لابس القلادة تمشي باتجاه القبيلة وتقول بس ما تكون بن الزوبع ساوت بحسن شي اتمنى يكون للحز وعايش. اغليص رجع على حكام النور او قعد معهم او قال لهم لازم تصفي كل الامور بيننا وبين جنون الظلام بدي اروح اغير عليهم النوب ما ارضى الا اذبح الداهية وابو العين الصفرة او كل واحد يقف وراهم او يمشي وراهم. وانطلقوا فرسان الجني بحري من الجزيرة او عددهم 50 كل واحد منهم يقابل 1000 او عبره والبحر او قال لهم الجني هفوف روح على جبل الذهب ناخذ اول قلادة قلادة العين الحمراء. او طاروا باتجاه جبل الذهب انزلوا على جبل او صاحم يا ساكن الجبل اطلع علينا. طلع جني عليهم او قالوا له الجني والذهب وينه؟ قال لهم مات ذبحوا الكابوس. قالوا له القلادة وين صارت؟ قال لهم قلادة العين الحمراء صارت عند الكابوس. او طاروا من جبل الذهب او قال لهم الجني هفوف الكابوس مات بدنا نروح على جبال الظلام او راح ناخذ منهم كل شي نريده. الحكام ظلوا عايشين بجبل الظلام بعثوا خبر للجنية ام الغول او وصلها جني وقال لها الحكام يريدونك يريد يجتمعون امشان يختارون حاكم وانتي لازم تكونين موجودة. الترابي قال لها لا تروحين اخاف غليص يهجم عليهم هالمرة ما اقدر اخلصش منه. قالت له يا الترابي بعد ما مات ابني وبنتي اظلوا عايشين من جنون الظلام لازم ادير بالي عليهم ما ظل حدا يحكمهم خلينا اروح. قال لها الترابي ما تروحين اظلين عندي هين. او قال للجنية جاي تروح تقولهم هم يختارون حاكم من بيناتهم الجنية ام الغول ما اظل لها علاقة بيهم. او رجع الجني على الحكام او قال لهم ما رضى الجني ترابي اي خليها تجي. واجتمعوا واختاروا حاكم من بيناتهم اسمه الجني صفصاف او قال لهم اول شغله نروح على جنون النور ونسوي صلح معاهم او نعطيهم وعد ما نقرب عليهم ولا نتعرض حدا منهم مقابل انه ينطونا الامان ونعيش بسلام. الجني ترابي قال لاخته ام الغول بدي اروح على حكام جان واخبرهم من مكان السيف او ما تعوق عليك ما اريدك تتحركين من هين يما الغول. او طار الجني ترابي باتجاه جبل الحكام اغليص والفرسان العشره وراه جا ساحب باتجاه جبل الظلام اي دور الراس الداهية. وجنون البحر فرسان بحري جنب اتجاه جبل الظلام اي دورون للرماح والسيوف والغلادات. او فاتت ليلة على العشيرة او ما حدا شايفها ظلت ماشية لؤمن ما صارت قبال حسن او شافته مربوط على عمود او جت تمشي عليه او صارت بحده او قالت له يا حسن اني ليلة جئت اخذك. تبسم حسن او قال لها يا ام علي جيتي لحالك؟ قالت له حق عيناك جيت لحالي. فكت الحبال من ديه او من رجليه وقضبت ايده والدنيا نهار او قالت له نطلع ركض او ما احد منهم يشوفنا. او قاموا ليلة وحسن يركضون او قام الطبل يدق بالعشيرة. وصل الانصاري او مع رجال نخلة العشرة او معاهم الصناديق محملة وفاتوا على العشيرة ووقفوا قبال بيت نخلة. او نزل انصاري او قال لها اني نفذت المهمة اطلبتيها مني اريد حصاني واريد سيفي واريد اروح بحال سبيلي. قالت له لا يا ابن عمود لسه المهمة ما خلصت لسه بدك ترجع على المدينة النوب وتروح على حاكمها واجيب لنا فدية مشان التجار. قال لها انصاري والفدية هاي جبناها. قالت له هذه مو محسوبة اني غيرت رايي. قال لها انصاري يعني هذولا ما راح ادشرينهم؟ قالت له لا ما راح ادشرهم وانه جاي هبو الحدبه يدبي دبي. او قال لها يا شيخه نخله الربيط
الاسمه حسن مختفي، جاع يدورون على الرجال او ما يلقونه. قامت خزنة حيلها وقالت يا ولي يا نخلة يا بنت اخوي، قلت لك خليني اذبحه. انهزم نفذ بحياته، خليته دمي فور وما بردت قلبي بيه. قالت لها نخلة يا عم اسكتي يا السطواني، وين يريد روح؟ صيحوا لي لو التنور. قال لها انصاري يا نخله انا قلت لك ارد اروح او على المدينه ماني متحرك، انطوني حصاني وسيفي. صاحت على رجالها وقالت لهم اخذوه واربطوه بالعمود، او شتفوا انصاري وخذوه او هو يصيح عليها انت ظالمه وانت من اهل الشر. يا ابو التنور، او قالت له يا ابو التنور هذا انهزم حسن، انا خايفه احد من الجان، فاتوا خلصوا. قال لها يا نخله انا سويت رصد ما يفوت جني، لا من الجو ولا من تحت الارض ولا يدرج فوق الارض، دوروا له بالعشيره اكيد تلاقونه. او طلعوا حسن ولئلا من العشيره، او وصلوا على الوادي او ركبوا على الفرس والفرس مختفيه، ورجا النخله نبشه والعشيره نبش، ما لقوا شي. او قاموا يبرمون حواليها يدورون اثر. او الضاح ماشي هو وحسين وقلوبهم مثل النار، ظل بينهم وبين عشيره نخله ممشى نص نهار. او قال لهم الضاح نوقف بهالمكان هذا لو من ما تغيب الشمس امشان ما يشوفونا. او قال لحسين هذه بن الزوبع ما لها امان. ابو التنور راح على خيمته او طلب الجني هرهور، او قال له بربيط انهزم اريد نعرف وين اختفى، اريدك تجيب لي خبره. طار الجني هرهور بالجو او قام يدور، او هو طاير شاف جيش جيش المدينة، او رجع ساحب على العشيرة. او قال ابو التنور بيجيش تشوف اول وما شفت لي، ما يبعدون مسافة عن العشيرة مكمنين. او راح يركض ابو التنور على نخلة او قال لها جيش المدينة جاي باتجاهنا، او ما يبعدون من هين مسافة مكمنين، جاي يستنون غيبة الشمس. والضاح وحسين واقفين على راس رجم والفرسان حولهم، ما سمعوا الا الصوت يا والضاح يا حسين. او قاموا يتحرفون حواليهم، حطت القلاده ليله بزيج الثوب وانهم بينه هي وحسن، او جم يركضون على بعضهم. او حضن حسين اخو حسن وقال له اخ منك يا اخوي قلبي تقطع، خفت اني ما عاد اشوفك. او قال له وضاح يا حسن انت شنت بالعشيره عددهم كثير؟ قال له يا وضاح لما جيش حواليها او تجار المدينه رهاين عدها، ترى ما تقدر تغير عليها، اخاف تذبحهم. قال له والعمل؟ قال له بن الزوبع طمعانه بالمال، خلينا نتفاوض معاها ناخذ التجار او من بعدها ما احد يخلصها من ندينا. قال له زين نبعث لها مرسال مع راية بيضاء ويقولها طلباتك مقابل التجار. او بعثوا عليها واحد من الفرسان شايل راية بيضاء، وصل على العشيره والدنيا ليل وقضبوا الحراس او خذوه على نخله. او قال لها بعثنا الحاكم والضاح ويقول له شتريدين مقابل السلمين والتجار. قالت له اريد اسالك حسن وصل العدو الضاح؟ قال لها وصل. دحجت على خزنه او قالت بقلبها علوقني يا عمه ام خليتك تذبحينه؟ قالت له تقول للحاكم والضاح التجار اسلمهم لكن لينا شروط، 5000 رمح او 5000 سيف او 5000 من الخيل او 50000 ليرة ذهب، اذا انطانا اياهن راح ياخذ التجار. وتقول له شغلة ثانية اذا ما خذ جيشه ورجع او طلعت الشمس او هم جريبين علينا التجار راح اذبحهم كلياتهم وابعث له رؤوسهم يشوفهم بعينه. واني نخلة بن الزوبع اذا قلت كلمة ما صير اثنين. او رجع المرسال على وضاح او قعد هو وحسين وحسن وقال شو نسوي طلبت منا كثير. قالوا حسن يا وضاح تجار المدينة غالين علينا، انطيها لتريدوا او خلينا ننسحب من هين. او بن الزوبع انخليها تدفع الثمن غالي. او قام حلو وضاح او قال يا حسين خلى جيش ينسحب باتجاه المدينة، او صاح للفارس اللي بعثوا عليها وقال له تروح على نخلة وتقولها بعثني وضاح نطيها 5000 رمح او 5000 سيف او 5000 من الخيل او 50000 ليرة ذهب، او قلها يلاقونك بنص الدرب بعد 5 ايام الجيش انسحب باتجاه المدينة، اجيب التجار ورجال المدينة على نص الدرب او تستنانا واحنا نجيب لها اشياء طلبته وارجع علي اريد اعرف شنو ردها. انا استناك هين فوق الرجم. او راح الفارس اي سابغ الريح او وصل عليها طلعت الشمس او قال لها يا نخلة الجيش تراجع باتجاه المدينة او بعد 5 ايام يكون جاهزات 5000 رمح
أو 5000 سيف أو 5000 من الخيل أو 50000 ليرة ذهب تلاقون بنص الدرب، السلمين التجار والموجودين معهم أو تستلمين الرتي. هذا كلام وضاح أو يستنى من الجواب. قالت له زين روح قل له موافقين، 5 أيام نستناه. أو رجع الفارس على وضاح أو قال لها بالتنور يا نخلة هذه خطوة زينة، أو جعلت تصرفين بحكمة وبعقل. قالت له يا بالتنور ألا خليهم وهم نايمين يهذون باسم نخلة، أصير مثل الكابوس أخيم عليهم والأيام جاية. وصل الفارس على وضاح أو قال له وافقت، ومشها وضاح أو معاه حسين وحسن وليلة ومجموعة من الفرسان لحقوا الجيش محسن وشاهين ماشين. أو تلقاهم هضأك الفارس أملثم شاي الرمح أسود طول الرمح 2 متر ووقف قدامهم. قالوا له أنت من قطاع الطرق؟ قال لهم لا أنا صيدهم ودور عليهم. دا حاج محسن على شاهين وقال رجل شهم هذا شو اسمك يا وجه الخير؟ قال له اسمي ماجد. وين رايحين أنتو؟ قالوا رايحين نحارب أهل الشر واللي يظلمون الناس وينهبون أموالهم. قال لهم ماجد ما تخلونا نروح معاكم، مليت واني لحالي. قالوا محسن الرمح هذا البيدك رمح غريب منين جبته؟ قال لهم واني ماشي بالبادية بيوم من الأيام أو شفت الرمح هذا قدامي أو نزلت عليه أو كان مقصوص من النص شغفتين بعيدات عن بعضهن، لو من قضبت أول شقفة منه أو رحت على الثانية قضبتها بيدي الرمح لحاله التحم أو رجع مثل ما كان. وعرفت الرمح هذا من رماح حجان أو صار له فترة عندي الرمح الأسود لجني ناري، لو من تكاون مهوى وغليص أو ضرب الرمح وقصه الرجل هذا لقاه. أو قال له محسن احنا مستعجلين اريد نلحق ربعنا. قال له واني معاكم، ومشى معاهم ماجد. ما طولوا بالمشي الا متلاقيهم الجيش جيش المدينة. او قال لهم محسن وضاح وينه؟ قالوا له وضاح وحسين وحسن لله مورانا. او كمل طريقه محسن باتجاههم لو من ما تلاقى معاهم او حشول الصار او رجعوا باتجاه المدينة. او هم ماشين قال الوضاح على سالفة عمود أسواها مع شاهين أو على عدد فرسانه كثيرين 7 عشاير. قالوا وضاح يا أخوي يا محسن خلينا نخلص من شغلة نخلة، هذا اللي تقول عنه عمود زاد نروح عليه ونحاسبه. أو ماجد ظل معاهم ماشي رايحين على المدينة. وصل الجني ترابي على جبل الحكام أو طلب يقابلهم أو راح شاف الجني أبو اللحية البيضة وقال له عرفنا مكان السيف وينه؟ السيف بجزيرة بالبحر. قال له باللحية البيضة يا ترابي الشغلة صار بيها خطر، أريدك تروح معاي تسمع الكلام من الحكام. أو نزلوا تحت الأرض الجني ترابي وجني باللحية البيضة ولقى طاولة كبيرة أو عليها 7 كراسي. قعد باللحية البيضة وجني ترابي واقف. أو جو 6 من الجان كلهم شياب وقعدوا على الكراسي. أو قال لهم هذا ترابي من جنون الظلام لكن صار له فترة طويلة منعزل عنهم أو قاعد لحاله أو جاي طالب بسيف جده اللي كان عند العفريت الأسود أو صار عنده خبر أنه السيف بجزيرة عند بحري. قالوا له شلون عرفت أنه السيف بجزيرة عند جني بحري؟ قال لهم أختي أجنية أم الغول عدها الحجر الأزرق كل شي تحطوا ببالها تشوفوا بهذاك الحجر. قال له باللحية البيضة الحجر الأزرق هذا زاد من الشغلات الطالبها جني بحري. قال لهم الترابي أجني بحري شي يريد؟ قالوا له جني بحري يريد يحكم عجان كلها الموجودة على الأرض والموجودة بالبحر، وانت تعرف انهم مقسمين من سنين ونعرفوا ظالم ما بقلبه رحمة، ويريد السيوف والرماح والقلادات الموجودة عند الجان اللي يكسبون منها القوة. لها السبب هذا خذ السيف البتار كان بواحد من جماعته مسلل معانا أو صار له سنين أو كنا مأمنين به وهو فارس قوي حطيناه بين الفرسان 5 حراس المحكمة. أو لو من طلع العفريت الأسود قدر يبوق السيف ويغافر ربعه ويوصلوا للجني بحري. قال لهم ما نقدر نجيب السيف؟ قالوا له صعب الجني بحري بجزيرة بالبحر ومحصنة، إذا اجتمعت كل جنون الأرض ما عاد تقدر توصله من صار عنده السيف البتار. أو وصلتنا أخبار أنه مجموعة من فرسانه وصلوا الأراضينا أو جاي يدورون للرماح والسيوف والقلادات والحجر الأزرق الموجود عند أختك زاد يريده. يا ترابي احنا من سنين طويلة ما تدخلنا بين جنون الظلام وجنون النور لأنه هم أكبر القوة الموجودة بهذه المناطق،
والرماح والسيوف والقلادات ياخذونها ارث من اجدادهم، او صارت شغلات كثيره تجاوزات ولليوم ما تدخلنا. بيم نجنون الظلام انطوا قلادات للبشر، او بيم نجنون النور انطوا قلادات وسيوف للبشر. او هالشي هذا خطا، فرسان بحري راح يوصلوا لهن بكل سهوله. لازم تلتقي مع حاكم جنون الظلام او حاكم جنون النور وتخبرهم بهالامر هذا، يجمعون القلادات او يجمعون السيوف ويحطونهن بمكانات امنه امشان ما يصلن لعند الجني بحري. قال لهم حاكم جنون النور اعرفه، اسمه غليص ابن زرقان. قالوا له نحن زاد نعرفه، او جعد الراقبه من بعيد لبعيد. او قال لهم جنون الظلام اليوم يختارون حاكم، والحزب بدي اروح عليهم واخبرهم بهالمعلومات هذه. او فاتوا عليهم حراس المحكمه الخمسه، او قالوا لهم جنون البحر وصلهم الجبل الذهب وما طولوا به، او يمكن اتجهوا باتجاه جبال الظلام. قالوا له يا ترابي لازم تلحق هذاك المكان، اذا وصلهم راح يرتكبون مجزرة او راح ياخذون كل شي موجود بالجبال، واحنا راح نبعث معك حراس المحكمة الخمسة يساعدونك اذا تحتاج منهم شي. او طار ترابي او حراس المحكمة الخمسة وراه باتجاه جبال الظلام، ومن الطرف الثاني غليص متقبل على جبال الظلام. او فرسان البحر وصلوا على جبال الظلام، او تلقوهم الحراس، او بلشت بيناتهم المعركة. ذبحوا الحراس او كل شي يطلع قدامهم من جنون الظلام يذبحونه. الجني هفوف اي عرف المنطقة زين، او بعث 10 من الفرسان طوقوا جبل الحكام امشان ما حدا يفوت بيه، او قاموا يدورون بالجبال كل شي يقضبونه ويذبحونه. دوما ما قضبوا واحد من الحكام، وقالوا له اتروح معانا تفك الرصد عن جبل الحكام يا نذبحك، او خذوا قعدوا قبال الجبل، او هو يعرف الطريقة الفك الرصد. او فك الرصد عن جبل الحكام، او فاتوا فرسان البحر كل شي موجود بجبل الحكام. قاموا يذبحونه، خلوا 5 من الحكام طيبين، او حطموا السيوف على رقابهم وقالوا لهم نسألكم اسئلة اذا جاوبتم عليها راح تظلون عايشين. الحاكم صفصاف قال لهم اسألوا راح نجاوبكم على كل الاسئلة. قالوا له السيف والقلادة والخاتم التابعات للجني عرنوس وين موجودات؟ قال لهم الصفصاف عند غليص ابن زرقان، خذاهن غنيمة حرب لو من تبارزوا هو والكابوس. او قالوا له الرمح الاسود اشان عند الجني ناري وينه؟ قالوا لهم هذا ما نعرف، الجني ناري ذبحوا غليص ابن زرقان، او لو من رحنا جبنا ناري ما لقينا الرمح عنده، يمكن غليص زاد خذاه. قالوا لهم قلادة العين الحمراء والقلادة الفضة البيضاء كان عند الكابوس وين صارن؟ قالوا لهم القلادة الفضية البيضة الكابوس انطاها الوحدة من البشر اسمها نخلة بن الزوبع، او قلادة العين الحمراء كانت بحلقه بعد ما ذبحوا غليص بن زرقان ما شفناها، يمكن خذاها غليص. قالوا لهم الحجر الازرق البي المراية السحرية وينه؟ قالوا لهم صفصاف عند الجنية ام الغول، او هي موجودة عند اخوها الترابي ببير بالصحراء. داحج هفوف على ربعه او قال لهم الشغلات جينا مشانها لجبال الظلام موزعة وما لقينا منها شي بهالمكان هذا، اذبحوا هذول امشان ما يكشفون امرنا. او ذبحوا الحكام الخمسة جنون الظلام ما ظل حدا منهم عايش الا الداهية وابو العين الصفراء والترابي وجنية ام الغول والعفاريت العشرة معاها. وقفوا على راس الجبل او قال لهم الجني هفوف انت قسم 10 يروحون على البير البصحراء يجيبون الحجر الازرق البي المراية السحرية، او 10 يروحون على البشرية نخلة، والباقي نظل 30 واحد نروح على ارض الطعوس. الشغلات اللي نريدها موجودة عند غليص ابن زرقان، او هو حاكم ارض الطعوس. وانقسموا لثلاث مجموعات او طاروا باتجاهات ثلاثة مثل الاسهام انطلقوا، او ظلت وراهم جبال الظلام ما بيها حدا خالية. بعد ما مشوا بشوي وصل غليص او معاه فرسان النور العشرة ويدور ويصيح ويريد يلقى حدا، ما حدا يرد عليه، كل ما يفوت على جبل يلاقي الجنون مذبحه.
وراح على جبل الحكام، أو لقى صائرة بمجزرة، طلع فوق الجبل وقف، أو قال للفرسان العشرة: هذول اش صائر عليهم؟ ومنو غاير عليهم؟ مو مخلين منهم حدا، بايدينهم إبادة. أغلص واقف على الجبل، أغلص واقف على جبل الظلام، وإن الجني ترابي جايو، أو مع خمسة من حراس المحكمة، أو نزل بحدو على الجبل، وقالوا: يا أغلص شو تسوي هين؟ قالوا: ما غبي عليك يا ترابي، جيت ادور على الداهية او على ابو العين الصفرة، او ما لقيت حدا، جنون الظلام هجم عليهم حدا بايدهم ابادة، ما لقينا حدا طيب، كلهم مذبحين. لحج الجني ترابي على حراس المحكمة وقال لهم: تأخرنا، وصلهم هم قبلنا وارتكبوا هذا المجزرة. نزل على المغارة بالجبل، او شاف الحكام الخمسة مذبحين بسد بعضهم، وقال: أكيد محققين معاهم، أو خذوا منهم شغلات كثيرة. طلع الجني ترابي وقال: يا غليص الأمر هذا خطير، جنون البحر هدفهم إبادة جنون البر، أو رايدين الرماح والسيوف والقلادات اللي بيهن القوة، وانت واحد من المطلوبين لأنه تملك منهن عدد كثير. قالوا: غليص ايش قد عددهم؟ قالوا: عددهم ما ينعد وما ينحصى، أو حاكمهم اسمه بحري، يدور للحكم والسيادة على كل جنون الأرض، أو غايته معروفة، أو هو جني خطير، أو عنده جنون وفرسان ما ينقدر عليهم. أو تذكر الجني ترابي أخته أم الغول وقال: أكيد راحم على أختي أم الغول، لأنه طالبين الحجر الأزرق، أخاف إنهم وصلوها وسووا معاها شي. أو طار الجني ترابي حراس المحكمة الخمسة طاروا وراه، وغليص قال الفرسان النور: أروح معاهم، شو تقولون؟ قالوا له: يا حاكمنا يا غليص نلحقهم، إذا موجودين بهذاك المكان نساعد الترابي، وإذا مو موجودين لازم نروح على جبال النور، أخاف إنهم زاد هجموا عليها. قال لهم غليص: أنتم انطلقوا على جبال النور، وأني رايح ألحق الجني ترابي، لسع بي شغلات كثيرة بدي أعرفها منه. أو طار الجني غليص وراء ترابي، أو فرسان النور العشرة طاروا باتجاه جبال النور، وصلهم فرسان البحر على البير، أو تقابلهم العشرة مع عفاريت أم الغول العشرة، أو ما طول النزال بيناتهم ثواني، أجنون البحر ذبحوا عفاريت أم الغول، وانزلوا عليها على قلب البير، أو لقوها قاعدة على كرسيها ودحج عليهم، طوقوها العشرة وقالوا لها: الريدة الحجر الأزرق. قالت لهم: شفتكم ذبحتوا الجنون الموجودة بجبال الظلام، أو ما خليتم حدا، أو ذبحتم فرساني العشرة، الحجر الأزرق هذا ما حدا يقدر يستعمله غيري آني، حتى إذا خذيته راح يكون حجر عادي. قالوا لها: تروحين معانا وصيرين من أتباع الحاكم البحري، بدو يحكم على كل الجان الموجودين بالأرض والبحر، أو راح تكون عندك القوة والسلطة. قالت لهم: ما أريد غير شغلة واحدة. قالوا لها: شنو؟ قالت لهم: راس غليص، راس غليص، راس غليص ابن زرقان، إذا جبتوا لي راس غليص ابن زرقان أنا معاكم، أو مع الحاكم البحري. قالوا لها: زين دحجينا بالحجر، أريد نعرف الحشو حكام الظلام صحيح إلا كذب، السيف والقلادة والخاتم أتشانن عند الجني عرنوس، وين موجودات؟ أضربت إيدها على الحجر الأزرق، قالت لهم: عند غليص. قالوا لها: قلادة العين الحمراء. أضربت إيدها على المراية، أو قالت لهم: عند غليص. قالوا لها: القلادة البيضة الفضية. ضربت إيدها على المراية، قالت لهم: عد مرة من البشر لابستها بصدرها، أو هي شيخة عشيرة اسمها نخلة. قالوا لها: قلادة الجنية السمراء وسيفها. أضربت إيدها على الحجر الأزرق، أو قالت لهم: موجودات عد مرة من البشر ساكنة بالمدينة. قالوا لها: رمح الناري الأسود. ضربت إيدها على الحجرة، أو قالت لهم: موجود عد واحد من البشر أو قاعد بالمدينة. قالوا لها: رمح نور الهدى الحاكمة. أضربت إيدها على الحجرة، قالت لهم: عند غليص ابن زرقان. قالوا لها: ظل الشغلة وحدة، رمح الحاكمة الملاكة البيضة مدفون بأرض الطعوس، أريد تعلمينا عليه بأي مكان موجود. ضربت إيدها على الحجر الأزرق، أو قالت لهم: موجود مغارة بتل، فوق التل خمس حجار سود مصفوفات على شكل دائرة، الرمح مدفون بقلب المغارة. أو قالت لهم: أنا استناكم هين بالبير، ما تحرك على مكان، لو من تجيبوا لي راس غليص شايلينه بديكم أطير معاكم وأصير تحت أمر الحاكم البحري. وطلعوا جنون البحر العشرة من البير،
مثل السهام انطلقهم راحهم يدورون الربعهم. وصل الجني ترابي أو شاف العفاريت العشرة مذبحين حول البير، أو قال راحت أختي أم الغول، أو نزل على البير جواه، أو لقاها قاعدة، أو قال لها يم الغول ما حدا جاك؟ قالت له لا، أسمعت صوت معركة فوق، أو لو من طلعت لقيت حراسي مذبحين وما بي حدا حواليهم. طلع الجني ترابي على حراس المحكمة وقال لهم أخت الجنية أم الغول موجودة بالبير مو شايفينها، أم ذبحين حراسها ورايحين، أني ما عاد أقدر أدشر هالمكان هذا ولا أخطي خطوة بعيد عنه، خايف يرجعون النوب. روحوا خبروا حكام مجان بشي جرى وصار، أو طارم حراس المحكمة الخمسة باتجاه جبال الحكام. وصل غليص أو شاف الترابي واقف على باب البير وقالوا جايين هين؟ قالوا يا غليص جايين هين بس مو لاقين أختي أم الغول، ما قدروا يفوتون على البير، ذبحين حراسها ورايحين، وانت ليش لحقتني يا غليص؟ الحق على جبال النور أخاف هاجموا جماعتك. أو طار غليص مثل السهم ما يبين باتجاه جبال النور. اطلعت أم الغول على الترابي أو قالت له هذا ذبح ابني أو ذبح بنتي أو لسعك تحكي معاه؟ قال لها الترابي يا ريت واقفة على ابنك وبنتك شغله، ما ظل حدا أمن جنون الظلام غير أني وانتي. والداهية وابو عين الصفرة مأسورين عند حكام مجان، سلالة جنون الظلام أو نسلهم يمكن يا أم الغول راح ينقطع أو ما يظل لهم ذكر بهذا الأراضي. قالت له ما ينقطع النسل، روح جيب الداهية وتجوزها، بس دير بالك لا تضربك بالرمح بظهرك. قال لها الترابي يا أم الغول الحز مو وقت الحكي هذا، هذول جنون البحر مصيبة وحلت علينا. جنون البحر العشرة وصلوا على عشيرة نخلة وقالوا تنفوت عليها ونشيلها. قربوا على العشيرة وهم طايرين، ما قدروا بحالهم إلا راجعين لي وراه، وأحدهم يبرم برم كأنهم ضربوا جبل. أو قالوا لبعضهم شنو هذا؟ واحد منهم قال هذا رصد، المكان هذا خطير، أكيد بيعدهم ساحر قوي، لازم نمشي من هنا بالحال لا يصيدنا. ورجع مجنون العشرة ساحبين باتجاه أرض الطعوس، والعشرة كانوا بالبير عند أم الغول. وصلوا على أرض الطعوس أو شافوا جماعتهم واقفين على تل بعيد عنها مسافة، أو قالوا لهم لقينا الحجر الأزرق البي المراية السحرية، ما حدا يقدر يستعمله غير هذيك الجنية، طلبت منا طلب إذا أخذنا لها راس غليص راح تروح معانا وتكون تحت أمر حاكمنا البحري. وأخذنا منها معلومات كثيرة، أكثر الشغلات اللي نريدها موجودات عند غليص ابن زرقان. ووصل ما العشرة الثانين أتشانهم رايحين على عشيرة نخلة، وقالوا لهم ما قدرنا نفوت عليها، بباباك المكان ساحر خطير أو حاط رصد، ما حدا من جنون الأرض يقدر يعديه، خفنا أنه يصيدنا ورجعنا بالحال. قال لهم هفوف الأمور جعلت تعرقل بوجهنا، العشيرة ما قدرنا نفوت عليها، وجبال الظلام ما لقينا بهن شي، أو جبل الذهب ما لقينا به شي. أو قال له واحد من العشرة كانهم عند الجنية أم الغول قلادة الجنية سمرة والسيف موجودات عند مرة من البشر بالمدينة، أو رمح الجني ناري موجود عند رجل من البشر بالمدينة، أو رمح الحاكمة ملاك البيضة مدفون بأرض الطعوس، أما غارة بتل فوق التل خمس حجرات سود مصفوفة على شكل دائرة. قالوا هفوف شفنا هذاك التل لكن ما نقدر نفوت. قالوا له ليش؟ قال لهم هفوف أمر غريب وعجيب، ما رأت عيني مثله ولا سمعت مثله ولا مر هذا الشيء على حد من الجان، هذولا جنون النور عايش بيناتهم الذياب اثنين الذياب اثنين الذياب اثنين، واحنا طايرين بالجو حسيت بيهن وشفتهن ضاويات على باب مغارة، دب الرعب بقلوبنا ورجعنا بالحال، ما نقدر نفوت على أرض الطعوس ألا تطلع هذا الذيابة منها، ظلت عندنا أسهل شغلة المدينة، لازم نراقب هذيك المرأة اللي عندها الغلادة والسيف أو هذاك الرجل اللي عنده الرمح. بدنا ننقسم المجموعات، عشرة يروحون باتجاه المدينة أو ينقسمون المجموعتين خمسة بخمسة، خمسة يراقبون المرأة أو خمسة يراقبون الرجل، إيمت ما صير لهم الفرصة المناسبة يشيلونهم ويطيرون بيهم من المدينة، المكان بعيد، أو يأخذون منهم الرمح والغلادة والسيف ويظلون عشرين مراقبين هنا عند أرض الطعوس، إيمت ما تطلع الذيابة يفوتون عليها،
ما يخلون بيها حدا عايش، ويطالعون الرمح من المغارة، والعشرين الباجي واني على راسهم. ننطلق على جبال النور تنشوف هذا اغليص بن زرقان، اكثر الشغلات اللي يريدها موجودة عنده. بدنا نظل مراقبين لو من ما يطلع لحاله، انصيده وناخذ كل شي عنده. يظل عندنا شغلة وحدة، شغلة الغلادة الموجودة عند المرة البشرية، هذه ما راح يحل لنا اياها الا صاحبنا العمود يقدر يفوت على هذيك العشيرة. وصل غليص على جبال النور او لقى الفرسان العشرة قدامه، او قال لهم حدا جاي هين؟ قالوا له لا. قال لهم دق الطبول او لازم يشددون الحراسة، واجتماع مع الحكام او حجالهم على كل شي سمعوا او كل شي شافوا. وقالوا له هذا الامر خطير، الجني بحري هذا مصيبة وحلت على روسنا. قال لهم غليص اذا انه بحر او هايج ما يغرق الا حاله، واذا حاول يجي على هالمكانات هذه راح يلقاني قدامه ولا اقطع رأسه بيدي. او قال الواحد من الحكام اريد منك شغلة، تروح على جبل حكام جان قضاة المحكمة العليا ماخذين الداهية او ماخذين ابو العين الصفرة، او قلهم حاكم جنون النور اي طالب بالجنية الداهية والجني ابو العين الصفرة، احنا بدنا نحاكمهم على الجرائم اللي يرتكبوها بحق جماعتنا. او طار الجني الحاكم قوم يسابغ الريح باتجاه جبل الحكام والمحكمة العليا، وابعد مسافة كبيرة عن جبال النور على حد الشوف شاف قدامه مجموعة من الجأن واقفين او بدينهم الرماح ومحزمين بالسيوف اجنون البحر او معاهم الجني هفوف، وهجموا عليه. حاول يدافع عن نفسه ما قدر، اقضبوه شتفوه او نزلوه على الارض او حط السيف على رقبته. اجني هفوف او قال له وين رايح؟ اذا حكيت الحقيقة ما راح اذبحك. قال له رايح على حكام جان بيعدهم اسرة جني اسمه بالعين الصفرة او جنية اسمها الداهية، بدي اجيبهم امشان نحن نحاكمهم. قال له غليص وينه؟ قال له غليص موجود بجبال النور، اذا بدك اياه روح عليه او شوف شنو حاجتك او مشكلتك هو يحل لك اياها. قال له جني هفوف الشغلة اللي بدها تصير بيننا وبين غليص ما تنحل. ضرب الحاكم بالسيف انه قاطع راسه. او قال الربع الجماعة هذول تبع محكمة جان، انا اعرفهم زين واعرف شلون افوت عليهم، ظليت عايش معاهم سنين، لازم نروح عليهم ونذبحهم كلياتهم ونجيب الداهية ونجيب الجني ابو العين الصفرة انضمهم لطرفنا، بيعدهم معلومات كثيرة وعدهم خبرة بهذا الأراضي يلزمونا. أو طار جني هفوف أو وراء جنون البحر باتجاه جبل الحكام والمحكمة العليا. وصلوا الجنون العشرة على المدينة أو توزعوا بيها أو تحولوا لبسوس والخفافيش، أو قاموا يدورون بالمدينة يدورون الليلة والماجد. الساحر ابو التنور قاعد او طلع عليه جني هرهور او قالوا صارت شغلات ما تصدق، جنون الظلام انبادوا ابادة هاجمين جنون البحر. قام ابو التنور حيلو قال جنون البحر جو على الاراضي هذه؟ قالوا ايه. قالوا تعرف يا هرهور اني حلمي وامنيتي بهالحياة اقضب واحد بس امن جنون البحر واحكم عليه، ما زال جم على هذا الاراضي ماني ابو التنور ان ما قضبت حدا منهم. وضاح وحسن وحسين اما نما 5000 رمح وال5000 سيف وال5000 من الخيل وال50000 ليرة ذهب، او جهزهم حالهم امشان يمشون باتجاه نخلة او يستلمون التجار او محسن او ماجد وشاهين. قالهم الوضاح احنا لازم نروح على عشيرتنا، صرنا فترة غايبين، انت طمن عليهم او نستنى منك خبر، ايمة تصير الغارة على نخلة نحن جاهزين، اجيب فرسان العشيرة واجيك او من بعدها انفضي حالنا لهذاك الرجل هل اسمه عمود. وطلعوا محسن او ماجد وشاهين من المدينة وجنون البحر شافوهم لهم نطلعهم او شافوا ماجد شايل الرمح الاسود بيده او قاموا يمشون وراهم ومراقبينهم. او طلع وضاح او حسن وحسين او معاهم مجموعة كبيرة من الجيش امشان يتلاقون هم ونخلة بنص الدرب. والجنون الخمسة ظلوا بالمدينة لقوا ليلة او عرفوا مكانها او قاموا يراقبونها ويخططون امشان يشيلونها من المدينة. اغليص طار من جبال النور باتجاه ارض الطعوس او قام يسابق الريح او هو طاير
شاف الجني الحاكم امدد فوق التراب او رأسه مقطوع او نزل عليه او حزن لو من شافه ميت او قال ما حدا ذبحه غير جنون البحر صارم حوالينا او ما عدا نعرف منين يطلعونا لازم ألحق أرض الطعوس أخاف إنهم وصلوا عليها زاد أو سووا بيها شي أو طار مثل السهم غليص باتجاه أرض الطعوس أو قريبا الجزء 30 من قصة غليص ابن الجنية الفصل الثاني. نوه الشغلة أخواني وأصدقائي ومتابعينا الكرام، قصة غليص ابن الجنية من الخيال، والشخصيات والأسماء اللي بيها زاد من الخيال، وهاي الأسماء والشخصيات ما تمس ولا تمثل أي شخصية أو اسم مجتمعنا الكريم. لكم تحيات أخوكم موسى المردود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.